السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا ثلاث عروض من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر. النهاردة في ناس كتير قوي بتسألنا عن البريسيشن ال 5510 وال 5520 وال 5530. النهاردة جمعنا ثلاث موديلات من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر عرض خاص وحصري من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر. تعالى كده الناحية دي يا محمد. النهاردة العرض الأولاني يا جماعة ال 5510 معانا النهاردة الدل البريسيشن 5510 المواصفات الكور اي 7 الجيل السادس الستة 820 اتش كيو برامات 16 جيجا هارد 512 اس اس دي كارت فيجا الانفيديا كوادرو الام 1000 ام بيبقى 2 جيجا وبيقلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. ال 5510 النهاردة يا جماعة شاشة تاتش 4K سعر الجهاز 14000 جنيه لفترة محدودة. العرض الثاني ال 5520 الكور اي 7 الجيل السادس برضو الستة 820 برامات 16 جيجا هارد 512 كارت فيجا 4 جيجا انفيديا كوادرو الام 1200 بيبقى 4 جيجا دي رام 5 وزي ما انتم عارفين بيقلى مع الرامات برضو الشاشه تاتش ال 4K وسعر الجهاز 16000 جنيه. العرض الثالث من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر الدل البريسيشن ال 5530 الدل البريزيشن 5530 الكور اي 7 الجيل الثامن ال 8850 اتش برامات 32 جيجا دي رام 4 هارد 512 كارت فيجا انفيديا كوادرو البي ال بيبقى 4 جيجا وبيعلى مع رامات زي ما انتم عارفين. اجهزه الصراط فرز اول بحاله الزيرو وسعر الجهاز ال 5530 سعره 19000 جنيه لفتره محدوده ان شاء الله. الاجهزه بتبقى معايا الشواحن الاوريجينال. الاجهزه يا جماعه فرز اول حاله الزيرو يا جماعه اهي اجهزه فرز اول. ويا جماعه الاجهزه الفرز الاول ليها سعرها اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو ونحط تحت حاله الزيرو دي كذا خط. الاجهزه مش متصينه، الاجهزه مش ملعوب فيها، الاجهزه يد اولى، الجهاز بيبقى معاه الشاحن الاوريجينال بتاعه وعرض خاص من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.